الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وحياكم الله مع هذا المثل من أمثال الله في كتابه. ونحن في رحلة الأمثال القرآنية نرى الدقة وجمال الوصف والبيان والبلاغة وتقريب المعنى والوضوح. في مثل من الأمثال يقول ربنا: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت. استحضرت الصورة يا مسلم، صورة العنكبوت؟ مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء أشركوا بهم مع الله كمثل العنكبوت اتخذت بيته. اتخذت بيته. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. مثل ضربه الله لمن عبد معه غيره واتخذ من دونه آلهة لا تنفع ولا تضره. يرجون من وراء اتخاذ الآلهة العزة والنصر والنفع والرزق والسعادة والصحة ونحو ذلك، ويلجؤون إليها. فيقول الله لهم: أن تلجؤون لمن؟ بيت العنكبوت؟ تحتمون ببيت العنكبوت؟ تلتمسون النصرة من بيت العنكبوت؟ سينفعكم بيت العنكبوت؟ سيرزقكم ويقويكم بيت العنكبوت؟ أوهن البيوت بيت العنكبوت يا أيها الكفار. اتخاذكم للآلهة مع الله من دون الله كمثل العنكبوت اتخذت بيته. اتخذتم آلهة من دون الله في وهائهم وضعفهم كمثل العنكبوت اتخذت بيته. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لا يدفع حرا ولا بردا ولا مطرا ولا عدوا. العنكبوت حيوان ضعيف وبيته أضعف البيوت. والذين اتخذوا من دون الله أولياء وأنداد، ماذا يغني هؤلاء الأنداد؟ إنهم فقراء ضعفاء عاجزون عن نفع أنفسهم فضلا عن نفع غيرهم. وأنتم يا أيها المشركون تستنصرون بهم، تلجؤون إليهم، تدعونهم، تصرفون أنواع العبادة لهم. عجبا لكم. والله يا أخوان إن الإنسان يتعجب فعلا. شوف الآن يعني وضع البشرية مع الأصنام، كم واحد يعبد صنم بوذا، كم واحد يعبد عيسى على الصليب تمثال. وكم في الأرض عندهم معبودات ومنحوتات وأوثان وأشياء، ويعبدون أحيانا شجر، بقر، حجر، بشر، يعبدون من لا يملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. هذه الأصنام يعني منذ أن أضل الشيطان البشرية وقوم نوح لما أشركوا مع الله وجعلوا تماثيل الصالحين صارت أوثانا تعبد. ود، سواع، يغوث، يعوق ونسرة اتخذوها. وجاء هذا عمرو بن لحي الخزاعي وأدخل الأصنام إلى جزيرة العرب، وهبل واللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى. و
البشرية مع الأصنام تاريخ، يعني حتى قوم فرعون قالوا ويذرك وآلهتك، فقيل كان فرعون قوم من ضمن كفر المشركين يعبدون الأصنام. إبراهيم عليه السلام قبل ذلك دخل إلى معبد الأصنام وكسر الصنم الكبير، فاسألوه من كانوا ينطقون، أتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله. واستمرت البشرية كما قلنا، وأدخلت الأصنام إلى جزيرة العرب، وصار الشرك في هذه الأمة، حتى أرسل الله نبيه صلى الله عليه وسلم، والبشرية وإلى الآن معابد لبوذا ومعابد لأوثان وأصنام في الهند وفي غيرها، وحتى في التحف وفي المتاحف وفي المصنوعات وفي الكنائس، ومنهم من يتخذوا صور الحسين وغيرها يعبدونهم من دون الله، يصرفون أنواع العبادة لهم، يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. لجوءكم واستعانتكم وعبادتكم وصرف أنواع من العبادة كالاستغاثة والذبح والنذر وإلى آخره لهم، هذا ماذا يغني عنكم؟ ماذا يغنيكم؟ ماذا ينفعكم؟ اعتمادكم على هذه الأصنام والأوثان والآلهة كاعتماد العنكبوت على بيته في ضعفه ووهنه. مسحة واحدة، مسحة تنظيف واحدة تذهب ببيوت العنكبوت في الجدران والأسقف كلها. لو كانوا يعلمون، قال الله لو كانوا يعلمون، لو علموا ذلك ما اتخذوهم أولياء ولا عبدوا هذه الأصنام. فهؤلاء المشركون اتخذوا أولياء من دون الله لا ينفعونهم، وهذه أوثان لا تسمعهم إذ يدعون ولا ينفعونهم ولا يضرون، كالعنكبوت اتخذت بيته. هؤلاء المشركون أضعف ما كانوا حين اتخذوا من دون الله أولياء. الأوثان هذه والآلهة ما زادتهم إلا ضعفا على ضعف ووهنا على وهن. وهذا من أحسن الأمثال وأدلها على بطلان الشرك وخسارة صاحبه. ومن فوائد هذا المثل أن من اتخذ من دون الله وليا يتعزز ويتكثر ويستنصر به لم يحصل له به إلا ضد مقصوده، والجزاء من جنس العمل. قال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. لو بال الثعلب على رأس الصنم ما استطاع أن يفعل شيئا، وإذا وقف الذبابة فأخذت شيئا من الطيب الذي على الصنم ما يستطيع الصنم أن يستنقذها منه، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. والكفار جند للأصنام يغضبون لها، وإذا يعني لما كسر إبراهيم الأصنام قال ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم ونجاه الله. يحامون الكفار المشركون يحامون عن أصنامهم، امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ويوم القيامة سيؤتى بكل معبود من دون الله ومعه عباده فيلقون في جهنم، وتصبح كل الأصنام مثل أصنام بوذا وغيرها هذه وهذه الصلبان ستصبح وقودا يحرق عبادها في جهنم. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. أصنام ما تشعر لا تعي ولا تعقل وهم يدعونها،
يخاطبونها يناشدونها ويطلبون منها الطلبات. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وسيتبرأ العابدون من معبوداتهم، والمعبودات لا تغني ولا تسمن ولا تفعل شيئا. وإبراهيم يقول لقومه وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا، مودة بينكم في الحياة الدنيا جلسات سمر على الأصنام، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. قال الله فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، جاء الزلزال وزلزل العابد والمعبود وتحطم المعبد والصنم وعلى رؤوس عبادها، وجاء التسونامي وجاء الطوفان وذهب بالمعابد والأصنام ومن يعبدها. ويوم القيامة ماذا سيكون؟ إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء، ما له حقيقة، إن هي إلا أسماء، أسماء هبل لات العزة، أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. فالله هو العزيز الحكيم القدير، سبحانه يرزق يخلق، النفع والضر بيده. ثم قال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، أهل العلم. فنسأل الله أن نكون منهم، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يعقل أمثاله سبحانه، إنه هو العليم الحكيم. والحمد لله رب العالمين.